عليكم ورحمة الله وبركاته. هدف أول للمنتخب اليمني ضد المنتخب لاوس عن طريق محمد بوتشي، والآن نشاهد الهدف. يا محمد يا بوتشي، كرة عالية هنا أمامنا، محاولة هنا كرة الهدف، الهدف سيأتي يا شباب. قلت له يا بوتشي لماذا لا تظهر، وقال لي يا ناوين يا هبيل، ها أنا ذا يا معلق المباراة، ها أنا ذا ظهرت يا معلق المباراة. يا محمد يا بوتشي، كرة عالية.